ضاعت حياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه وعلى سنة محرز من لحظات هادية في الجنة لمسح صورهم من على انستجرام. يا ترى ايه اللي حصل وايه اللي خلى جواز شيري عادل وطارق صبري ما يكملش سنة؟ تعالوا نشوف. اعلن الصحفي خالد فرج في الساعات الاخيرة عن طلاق الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري رسميا بعد جواز ما كملش سنة، وقال كمان ان الطلاق كان من فترة بس الاتنين ما اعلنوش عنه بشكل صريح لحد دلوقتي. واللي حصل ان الفنانة شيري عادل حذفت الصور اللي بتجمعها بزوجها الفنان طارق صبري على حسابها على انستجرام، وده بعد ما كانت بتنشر صور من رحلتها في المالديف وقالت على احدى صورهم: لحظات هادية في الجنة، ما مدى روعة هذا المكان، شكرا جزيلا لجعل هذه التجربة الرائعة. وكتير من الناس كانوا بيسألوا عن فرق العمر اللي بين شيري وبين طارق، واتضح ان الفرق بينهم كان 8 سنين، شيري عادل عندها 34 سنة، اما الفنان طارق صبري عنده 42 سنة. وخلال وجودهم في برنامج صاحبة السعادة مع الاعلامية اسعاد يونس، اتكلموا عن حياتهم قبل الجواز، وكانوا بيقولوا بقينا فجأة في حياة بعض وتعودنا على بعض، وقال طارق صبري: اتعودت على وجودها في كل مكان حتى مكان شغلي، وضغطت عليها عشان توافق، وفي يوم بنتعشى مع بعض وقال لي عايزة اتجوزك، وبعد ما اتفقنا كل ما اقول لحد يقول لنا مستعجلين ليه كده، وقالت لي انا عايزة اعمل فرحي في الصيف، قلت لها نتجوز وبعد كده نعمل الفرح. في اكتوبر اللي فات فاجئنا طارق وشيري بجوازهم وسط حضور الاهل والاصدقاء، ومن كواليس جواز النجمين قال صبري: كل حاجة عليا ومفيش حاجة على ذوقي، بروح ادفع وبس. اما شيري قالت: صوته عالي والناس بتفتكرنا بنتخانق لما بيتكلم، وانا بعد الجواز اتغيرت للاحسن وما عنديش مشكلة معاه باستثناء صوته عالي جدا. وعن رد فعل النجمين فمحدش فيهم علق بشكل رسمي لحد دلوقتي على خبر انفصالهم، خاصة وإن الاتنين لغوا متابعة بعض ومسحوا الصور في وقت واحد.